بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة الجمعة مباركة وموعد متجدد بكم ومعكم على هذه الشاشة المباركة، شاشة تناصح، وبرنامجكم بين السطور. مستمرين في معركة الوعي، إيمانا منا بأن المجتمع الذي تكون نسبة الوعي فيه عالية جدا ويكون الإنسان فيه مستوعب الأمور التي تجري حوله بحقيقتها لكما يروج لها، يكون قد بدأ الخطوة الأولى في سبيل النجاة. لا شك أن مقابل معركة الوعي هذه هناك محاولات بل وفعل كبير جدا في تزييف الوعي. تزييف وعي الإنسان هو الذي يعمل عليه الحواة والصعاليك ومن يدور في فلكهم. وأنا هنا حتى يقولوا جايب لكم مثال تستوعبوا الكلام اللي نقول فيه. عندما نتكلم عن تركيا في 20 سنة الماضية، كل إنسان ذهب إلى تركيا في 80s and 90s ثم ذهب إليها في 2000 وما بعدها، وخاصة في 10 سنوات الأخيرة، يعرف كيف تغير تركيا. أنا أذكر كنا في 95 و96 نتردد كثيرا على تركيا، يعني كنت ندرس على حسابي الخاص في روسيا، وكنا نجولي تركيا نرفع في بضايع نبيع فيها في روسيا لنستعين بها على مصاريف الدراسة. فأذكر يوم لا ينسى أني كنت معزوم وشاري بدلة رخيصة، كانت والله رخيصة جدا، بدلة جميلة وحلوة، لكن شدتني مطر وأنا ماشي للعزومة، شدتني مطر. مطر سبحان الله، المطر المية البيضة هذه تنزل سودة من اسمي ربي، يا سبحان الله، من كثرة الدخان ومن كثرة التلوث اللي في أجواء اسطنبول نزلت هذيك المطرة، خلت لي البدلة متاعي سودة، ما صارش من العزومة وروحت وقدر الله ما شاء فعل، والمشكلة أن حتى البدلة ما عاش بالتنوس. اليوم هذه فقط على التلوث اللي كان في اسطنبول، كانت اسطنبول تغطيها ضبابة كحلة، كانت الحشاكم المافيا والكنايس والكلام الفارغ، يعني اسطنبول كانت للأمانة يعني نقدر نقول إنها غير نظيفة، يعني بيش نقول وصف آخر. المياه كانت في اسطنبول يعني شيء مزعج جدا، يعني يكفي أن نقول لكم 3 مرات تجي في الأسبوع، كان لأن ما فيش سدود حولها. كانت السكن والعمارات والمجمعات السكنية والطرق، يعني يكفي أن نقول أنها انتقلت من المرتبة فوق 80 أو قرابة 80-79 في الاقتصاد العالمي إلى أن أصبحت في G20، يعني في الدول العظمى، G يعني great، من أفضل 20 دولة أو من أعظم 20 دولة في العالم. هذه كلها بفضل الله عز وجل، ثم سياسة حزب العدالة والتنمية الأكبارتي وبقيادة السيد أردوغان. نحن عندما نتكلم بغض النظر عن كثرة الكلام، وطبعا هذا لا يعني أن نحن نتكلم عن حالة مثالية، ولكن هذا الواقع أن تركيا وين كانت وين أصبحت، بينما في دول كانت ومقوماتها أفضل من تركيا وشعبها أقل ومواردها رهيبة ولكن لم تعمل شيء، ومنها ليبيا للأسف تحت ظلم وحكم الدكتاتورية. في الإعلام الغربي لحساسيته المفرطة من الأكبارتي أو حزب العدالة والتنمية بقيادة الزعيم أردوغان، صار يروج في أكاذيب وصار يبيع أوهام وصار يكذب جهارا نهارا من أجل تشويش الصورة في ذهن المشاهد. يجيني واحد يقول لي بقى احميش ندخلنا، لا، احنا جزء من هذا الكون وجزء من هذا الفضاء، وخاصة علاقتنا بتركيا علاقة تاريخية بالعكس،
علاقة مهمة جدا. وأما الثانيين اللي حاولوا يكذبوا هم تلقاهم ما يرحلوش من شيشلي ومن تقسيم، خليك منهم. لكن ما الآن جايب لكم عينة من سكاي نيوز، هؤلاء الذين يشوشون الوعي ويكذبون من أجل خلق الإنسان المغفل، من أجل خلق الإنسان المغفل. طبعا الإنسان المغفل بمعلومات خاطئة وببربغاندا خاطئة، يجي الإنسان يقول باي شن مصلحتهم؟ مصلحتهم أن تركيا هذه الدولة المسلمة التي تشق طريقها بقوة نحو عودتها لريادة وقيادة الأمة الإسلامية وتبوأ مقعدها الحقيقي في المنطقة كأكبر قوة في الشرق الأوسط وكجسر بين الشرق والغرب وكموحد للأمة التركية التي هي بالكامل أمة مسلمة، من تركيا لأذربيجان لتركمينستان لكازاخستان لطاجكستان لقرقيزستان لأوزبكستان، هذه الدول الغنية بالموارد والغنية بالموارد البشرية والموارد الطبيعية وبمواقعها الاستراتيجية على طريق الحرير وعلى الطريق الرابط بين روسيا والهند والصين، يعني القوى الكبيرة في جنوب شرق آسيا وفي جنوب آسيا مع الشمال اللي هي روسيا، وهذه القوى التي تحاول أن تكون مواجهة للقوى التي تسيطر الآن في الغرب، يعني شيء لما نتكلم في الجيوبوليتيك وهذه الدول بكل تأكيد فنحن نتكلم عليها شيء عظيم جدا. تركيا الآن تقود هذا المجمع الكبير، المجمع الدول التركية، وهذا يزعج طبعا الغرب بشكل كبير جدا ويزعج الكثير من القوى، وتفرض خارطة مهمة جدا وجديدة في الوضع العالمي. أيضا علاقتها بالجنوب اللي هو العمق الاستراتيجي الدول العربية، علاقتها بالشمال الأفريقي وبأفريقيا كاملة، والتمدد التركي هناك بكل تأكيد أن شيء يزعج الكثيرين من القوى الغربية والقوى التي تعودت، أو الاستعمار التقليدي. نحن لما نتكلم عن الاستعمار التقليدي بين قوسين القوى الاستعمارية التقليدية، فنحن نتكلم عن القوى الغربية، وفي مجملها أنا دائما أردد وأقول أن الصراع هو صراع بين الإسلام وأعداء الإسلام، لأنه لا يريدون لأمة الإسلام أن تنهض، وأن ممكن أن تنهض ولكن بعيد عن الهوية وبعيد عن الإسلام وديننا الحنيف. مسموح لك بذلك، لكن أنك أنت ترتبط بالإسلام مسموح لك شكلا وظاهرا في 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 نقاط معينة وفي جوانب معينة وليس في كل الجوانب. على كل مش ما نطولش عليكم، خلينا نشوف ونمشوا لأحد حواة الإعلام في سكاي نيوز ونشوفوه عشان يقول فيها ارتقاته من أجل تزييف وعي المواطن العربي والمسلم. تفضلوا يا شباب اعطوني الفيديو الأول. بعد 3 مواسم كرئيس حكومة بتركيا وموسمين كرئيس جمهورية، بدأ الموسم السادس من مسلسل الساحر أردوغان، أو أنا الرئيس للمرة الثالثة واللي مش معي إرهابي ومثلي الجنس وعدو الإسلام والقومية التركية. كتابة وتمثيل وإخراج أردوغان. يعني على كل سيرفرات نتفليكس ما بتساع حلقات هالدراما التركية. بعد 20 سنة بالسلطة أردوغان ربح الانتخابات الرئاسية، ربح 5 سنين إضافية، يعني بنهاية عهده الجديد بيكون حكم ربع قرن، أطول عرض سحر على المسرح التركي. وعم قول عنه ساحر لأن بالسحر كما بالانتخابات التركية الوقائع مش مهمة أبدا، الحقائق ثانوية، المهم واللي بيحتل المسرح هي الخدعة البصرية. يعني أنت عارف أنه اللي عم بتشوفه خدعة بس لسبب ما بتتجاوزه وبتمشي وبتصدق. وهيك عمل الناخب التركي، جايبته فاضية، ليرته الضعيفة ضعفت أكتر بعد إعلان النتائج، شغله مش مضمون، بس انتخب أردوغان. ليه؟ لأن أردوغان سحره بالحديث عن الهوية والدين والعادات والتقاليد والعائلة وكل شيء ما له علاقة بالاقتصاد.
يعني اللي تبين أنه بالنسبة للناخب التركي هويته وتقاليده وعائلته وقيمه أهم من فلوسه وأكله وشربه ومستقبله. يعني مثل اللي موجود على سفينة عم تغرق مش عم ينزل على قوارب النجاة لأنه مختلف على توزيع المقاعد تحت. تقاليدنا الكبير بيقعد على اليمين، النسوان بيقعدوا ورا، الأطفال بيقعدوا على الشمال. يا ابن السفينة عم تغرق، انزال خلصني بقى. قال لك لا 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 لا، التقاليد أهم، نغرق بس التقاليد أهم. ليك ويمكن معهم حق، مين أصلا عايز اقتصاد مستقر؟ بتعرفوا الناس بتفطر سندويشات قومية، بتتغدى خطابات دينية، وبتتعشى أناشيد عن قيم الأسرة عادي. وأردوغان مثل السوبر دي جي، عمل أحلى ميكس نغمات، نغمة القومية ونغمة الدين مع بعض، والناس فرحانين. بس يا أخي الناس مبسوطة، مبسوطة لدرجة أنه حتى بالأماكن اللي ضربها الزلزال في ناس صوتت لأردوغان، لأنه الساحر أردوغان عمل أفضل عرض ممكن ينعمل. تخيلوا رغم التقصير الحكومي بعد الزلزال، سكان بعض مناطق الزلزال انتخبوه. نوصل لوحدة من أفضل الحيل عند الساحر أردوغان، الحديث عن الوحدة الوطنية واتهام الخصوم بأسوأ التهم. لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن. حان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية. تركيا وأمتنا بكل أطيافها وديمقراطيتنا هي الفائزة. يعني تخيلوا معي ناخب تركي رايح بيوصل على صندوق الاقتراع، منصوت للإرهاب أو منصوت للديمقراطية، إرهاب ديمقراطية، يلا يلا إرهاب، يلا إرهاب، الديمقراطية جربناها. بعدين إذا بلد فيها الأد ناس مؤيدة للإرهاب، هيدا ما بيكون بده انتخابات، بده معجزة سماوية تشيله. هؤلاء هم الذين يعول عليهم الغرب ويدفع لهم عشرات آلاف الدولارات شهريا ليزيفوا وعي الأمة الإسلامية بمثل هكذا كلام تافه وبمثل هكذا أراجوزات. يعني تخيل أنه لما يقول لك مواطن تركي راح لمن نصوت، إرهاب قومية، إرهاب كذا، يعني هل المواطن التركي مغفل وساذج بحيث يعني يفعل أصلا؟ تخيلوا فقط هذا كله وشوفوا التعليقات لما نتكلم على تزييف الوعي، شاهدوا الذين تم تزييف وعيهم في التعليقات لمثل هكذا فيديوهات. للأسف هكذا أراجوزات ودرسوا في مدارس خاصة ويدفع لهم، أنا لا أبالغ، هذا الرجل مرتبة أقل شيء كما قيل لي 40,000 دولار شهري، تخيلوا، فقط من أجل أن يلعب هذا الدور في تزييف وعي المواطن. وأنا ما يهمني هو المواطن المتلقي. لم يتكلم عن الديمقراطية التركية، لم يتكلم على أن هذه الديمقراطية التي شارك فيها 90% من الشعب والتي فاز فيها أردوغان ب 52% بفارق بسيط، من يوجه لهم الخطاب ومن يعلقون؟ بلدان آخر ديمقراطية كانت عندما تشاوروا في دار الندوة عن من سيقتل محمد، هؤلاء العرب، وأنا لا أقصد هنا المكان فقط ولكن أقصد كل الدول العربية، من يوجه لهم الكلام هم نبدو بروحنا الليبيين اللي يمشوا يشاركوا بنسبة بسيطة جدا في انتخابات مجلس النواب وخرج لهم مجلس نواب حنجوا الفلايت بعد شوية، المصريين الذين ذهبوا وانتخبوا نظام قتل أبناء مصر في رابعة وفي الحرس الجمهوري بالآلاف وفازوا ب90%، سوريا التي تعود نظام الأسد أن يفوز فيها ب99% وقبلها صدام 99%، أما دول الخليج فلا نتكلم عن ديمقراطية أبدا لأن حكمها ملكي أو سلطاني أو غيرها. إذن والمكان الذي يتكلم منه وهو الإمارات العربية المتحدة لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك أي نوع من الديمقراطية،
ونحن لا نتدخل في شؤونهم، ولكن نحن نرفض تزييف وعي المواطن بهكذا أرجوزات تدفع لها الخزينة العربية والدول العربية آلاف الدولارات للمشاركة في تزييف وعي المواطن الذي يعيش من المحيط إلى الخليج. لم يأتي على ذكر إلا الساحر أردوغان، وطبعا كلمات منتقاة بعيانة، وعندما يتكلم يقول الساحر أردوغان سحر الأتراك بالكلام عن الدين والقيم والأخلاق، هذا يزعجهم جدا. وهذه ربما المواطن البسيط لن ينتبه إلى هذه التعابير، هذا ما يزعجهم، هو الكلام عن الدين والقيم والأخلاق والمبادئ، هذا يزعجهم جدا. وقال هل سنتغدى ونتعشى قيم وأخلاق وتقاليد؟ هو لا يريد أن يقول الإسلام ولكن بتعابير أخرى، هو يريد بمجمل أن يقول أن هذا للإسلام، ولكن يعرف إذا قال الإسلام سينتبه المواطن المغفل وسيستفيق من هذه الجرعة في تزييف الوعي ويقول أوه ستوب لا تتكلم عن الإسلام، لكن عادي تكلم عن الأخلاق والتقاليد والعادات، لأن دائما التقاليد مصطلح متهم، العادات والتقاليد مصطلحات متهمة وفيها كلام كثير، لكن لما يقول الدين والإسلام أوه ستوب. لا الدين أوكي، لأن الدين تعرف يهودي هي مسيحية إسلام، لكن لو قال الإسلام مباشرة حيستفيق المغفلون، ومن مهمته هذا الحاوي ألا يستفيق المغفلون، بالعكس من مهمته أن يزيد من جرعة التنويم التي يتلقى مقابلها عشرات آلاف الدولارات شهريا. إذن وأنا قلت لكم دائما سنركز على بعض الجوانب من هذه الانتخابات التركية. شوفوا لما كل القنوات كان هذا خطابها في محاربة أردوغان، ومع ذلك يعني أنا هذا بوريتكم العربي، لو نجيب لكم الإنجليزي والألماني والفرنسي والبلجيكي والهولندي شيء من أغرب ما يكون، شيء عجب. وعجبتني الحقيقة حلقة في تلفزيون روسي أحضر كل تلك البرامج بكل اللغات، وقال لماذا، هو عنوان الحلقة لماذا الحرب على أردوغان، وكان النقاش فيها جدا، وكان حتى أحد الحضور أحد أصدقائنا المسلمين اللي كان عضو في مجلس الدوما واللي يتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الطلاقة، وقال أن الحرب على أردوغان لأنه يمثل الهوية الإسلامية بمنتهى الصراحة. إذن فقط أحببنا أن نشارك معكم هذا الجانب من المعركة على الإسلام، ولن تجدهم يقولوا هذه الكلمة، يعني لن تجد واحد منهم يقول أن الحرب على الإسلام أبدا. الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله، يعني نرى تركيا على يد السيد الرئيس وفريقه المنتقى بعناية في من حسن إلى أحسن، إن شاء الله إن شاء الله ربي يرد كيدهم في نحرهم، لأني أعيد وأكرر القصة هي للإنسان الواعي، هي الحرب على، وهم قالوها العادات والتقاليد والقيم والأخلاق في بين قوسين، هذه كلها مجموعة في كلمة اسمها إسلام. ولذا نحن ننتصر لتركيا ولرجب طيب أردوغان، ليس لأن رجب طيب أردوغان مع أنه يستاهل، لكن لأنه يمثل ما يقولونه هم العادات والقيم والأخلاق والمبادئ بين قوسين الإسلام. ننتقل إلى موضوعنا المهم جدا واللي تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، وهو بوزنيغا. بوزنيغا يا بوزنيغا، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، وبارك الله في كل الإخوة اللي تفاعلوا مع الحلقة اللي فاتت، لكن اليوم جايبي لكم قانون الانتخاب اللي عدوه. يعني لما المرة الماضية
وأيضا هو فيه من محاولة تزييف الوعي ومحاولة التلاعب بالمصطلحات ما فيه. فأنا اليوم جايب لكم القانون كما هو ولنوضح عواره. ولما نقول لكم أن هؤلاء اللي ذهبوا لبوزنيقة للأسف يعني كل ما قيل فيهم فهو حقيقي، لأن هذه زي ما لعبوا بالسخيرات وزي ما ودونا في 60 داهية وزي ما ودوا البلاد في 60 داهية في السخيرات، اليوم يتكرر المشهد مرة أخرى. أعطوني يا شباب الانسيرت متاع قانون الانتخابات اللي دار بوزنيقة. تمام، الفصل الثالث يشترط، خليني نفتح من عندي مش نقروه بتروي وعلشان نوضح لكم هذه الكارثة اللي حاولوا ان الفصل الثاني الفصل الثالث. تمام، ترى هي كلها الفصل الثالث تختص المفوضية بتنظيم تسجيل الناخبين. يعني شوفوا، يشترط في من يمارس حق الانتخاب، يا شباب لو تحطوا لي صورتي في جهة والقانون في جهة أخرى بعد إذنكم، هاي يشترط في من يمارس حق الانتخاب ما يلي، يعني المواطن أن يكون مسلما ليبيا الجنسية، وأن يكون بالغا سن 18، وأن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حاملا للرقم الوطني ومقيدا بسجل للناخبين، أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة. تمام، ما يهمني هو الفصل الخامس. اللي هو المادة 15 يا شباب، انزلوا المادة 15 لأن ما نعطلوش على الناس. يشترط، انزلوا نقطة يا شباب، زيدوا زيد 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 زيد، أيوة قريب نوصلوا، أي انزل 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 انزل، خليك في الجنة. هاي أيوة بالضبط الفصل الخامس. تمام، بشوي، علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب اللي هو المواطن اللي بيمشي ينتخب، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون، يعني الشروط اللي موجودة في الناخب بالإضافة إلى الشروط التالية، قد أتم 40 سنة، يعني حتى الدباجة متاعهم سخيفة جدا، يعني شنو تو علاوة على الشروط باي هذاك بدايرين قد أتم 18 وهني مكتوبة 40، ما أقول ينبغي بدون علاوة على الشروط الواجب توفرها في الناخب، قول يجب في من يترشح للرئاسة أن يكون، أن تتوفر فيه الشروط التالية، قد أتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة، يعني رئيس الدولة ما يكونش أقل من 40 سنة. وأنا أستغرب هذا، أنا أستغرب هذا الحقيقة، يعني الآن نحن نتكلم، أنا كنت أتمنى أن يكون للشباب دور أكبر بصراحة، لكن ماشي الحال، لأن تو بيقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40 ويخش لك فيها، ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، تو هني لا يحمل جنسية أي دولة أخرى ديروا تحتها خطين. تو النقطة الثانية في المادة 15، النقطة الثانية في المادة 15 شن تقول؟ تقول ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، واضحة، هذا اللي بيترشح للرئاسة مقيما داخل ليبيا، مقيما داخل ليبيا اليوم، مقيما منذ 10 سنوات، لكن ماشي الحال، هذا ما علمه لهم برناندينو ليون الغموض البناء، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمدا من الجهة المختصة، ماشي، لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الدولة، ألا يكون زوجا لغير ليبي أو ليبية، ألا يكون محكوما عليه نهائيا، نهائيا، ديروا تحتها
10 خطوط، يعني عادي مجرم وقاتل وخانب بدع ومعترفين له كذا، وعنده قضايا 20 قضية مرفوعة ضده، لكن أهم شيء إنه مش محكوم نهائيا. لكن عادي، تعرف شو معناها محكوم نهائيا ولا؟ يعني المحكوم في المحكمة ذات التخصص وفي الاستئناف، لكن المحكمة العليا لم تصدق على الحكم، أو أن يعني لم يتم استكمال درجات التقاضي. هذا معناه، تخيلوا معناه المجرمين والقتلة واللصوص والمردف من حقهم كلهم أن يحكموا ليبيا، ما يلعبوش بكم. هذه كلمة نهائيا، بدل أن يجيب شهادة زي ما قال سماحة المفتي، يجيب شهادة خلو من السوابق بس. طبعا المحكوم نهائيا هذه معناه لم يستكمل استكمل درجات التقاضي، لكن لما يجيب شهادة متاع خلو من السوابق، هذه حتى من الدرجة الأولى خلاص في قضية مسجلة ضده، هذه ما يبهاش. تفهمت ولا؟ لما نقول لكم هؤلاء يريدون أن يحكم ليبيا القتلة واللصوص والمجرمين والمردف والمافيات، ليش ما تكونش ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمان؟ هذا منصب رئيس، لكن حطوا لك نهائيا هنا للتلاعب، هذه التزييف الوعي اللي نحكوا عليه. شوفوا التلاعب بمنصب رئيس ليبيا، يعني غدوة بيجيك واحد ما هوش من المحكمة العليا، ما زال يقول لك أنا لا ما زال أنا رفع قضية في الاستئناف، ما زال لا أنا عندي المحامين بتاعي قاعدين شغالين وأنا ما زال في العليا في جناية أو قتل أو تعذيب، يعني أي شيء من هذا النوع، فشيء عجيب. يعني قدم تزكية من 5000 ناخب من المسجلين. إذن النقطة الثامنة قلنا تقدم تزكية من 5000 أودع 9 أودع في حساب المفوضية، قدم إقرار بممتلكاته الثابتة له ولزوجته والمنقولة، ملتزم بالقواعد الحاكمة، هذه كلها عادية جدا. ألا يكون موظف، مش هني الموضوع. الموضوع إنهم في الشروط الأخرى اللي قال لك أن في حال عدم إتمام الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية بالكامل تعتبر مضروبة في صفر، أن تخيلوا يعني في حال هذه، طبعا في مادة قبلها في المادة الرابعة، شوفوا في حال تعذر المادة الرابعة النقطة رقم 4، لو ترجعوا لي يا شباب الخلف شوية اللي هي في صفحة 5، في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن. تخيلوا يعني يا تنتخبوا رئيس بالمواصفات اللي نحطوها احنا، يا ما فيش ديمقراطية وما فيش انتخابات بكرة. والله يا جماعة هاي المادة الرابعة وحطنا لكم الشباب عشاش، في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن. ما احنا لما نقول نبغى انتخابات برلمانية، والانتخابات البرلمانية تجيب برلمان هو بعدين
يستفتى على الدستور، وهذه نصوص دستورية كما تعلمون. يعني تخيلوا للأسف الشديد، يعني يا إما نحكموكم ويا إما ندلوكم يا إما ما فيش انتخابات. لكن تو قالوا لكم أن يكون ليبي جنسية ولا قلت لكم ولا يحمل ولا يحمل ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى. بعدين يجيك في بند تاني غير البند هذا نتاع ضرب العملية في صفر، ويقول لك لا أنه يتنازل، يعني على جنسيته وعلى وظيفته إذا كان مدنيا أو عسكريا. خلينا نقرأ المادة 17: تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكمالها من جولتين. والله المادة هذه قريتها بدون مبالغة يا إخواني، ما نبيش نحلف عليه عدد المرات، إلى هذه الساعة أو نستعين بكم الاستعانة بصديق بلد تقدروا تفسروها لي. بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية. هذه ما فهمتهاش. يعني بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات، يعني المنطق يقول إن شاء الله حصل صوت واحد وواحد حصل 100,000 صوت، يعني من باب التقريب فقط، تكون الجولة الثانية بينهم. بعدين يقول وفي حالة بقاء مترشح واحد، يعني هل القضاء استبعد كذا تونجو، فإن في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية. ماشي الحال. يجب على المترشح المتأهل للجولة الثانية، ركزوا معي، أن يقدم إلى المفوضية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرار كتابي مصدق عليه من محرر عقود يفيد عدم حمله لجنسية دولة أجنبية. توا في الباب الأول شن قال؟ قال وألا يكون حامل لجنسية دولة أخرى، يكون من أبوين مسلمين ومتزوج من ليبيا وصغار ليبيين، وقريب يقول لك لجد الخامس ليبي ويمشي يدير الدين إيه بتاعه أنه يطلع ليبي. وبعدين هنا يقول لك في حالة، شوف، في حالة فاز في الجولة الأولى وماشي للجولة الثانية يقدم للمفوضية خلال أسبوعين ومن محرر عقود مصدق إقرار كتابي مصدق عليه من محرر عقود يفيد عدم حمله لجنسية دولة أجنبية. ما هو من الأول إحنا قلنا ما يخشش، أنتم مش قلتوا من الأول ما يخشش؟ كيف توا يمشي يقدم من محرر عقود إنه هو لا يحمل جنسية دولة أخرى؟ ليش ما يديرهاش في الأول؟ ليش ما يديرهاش في الجولة الأولى؟ أنتم مش قلتوا من شروط الترشح الشفاعة يا رسول الله؟ هل تظنوا أن بهذه التلاعب، تو بالله يا أخوة هذه مش مفروض يخش الحبس؟ بالله هذا مش تلاعب واضح بالألفاظ ومحاولة لتزييف الوعي لدى المواطن الليبي في أهم شيء ممكن يقوم في البلاد وهو انتخاب الرئيس؟ تو مش قبل شوية من شروط الترشح وقلناه لكم وعرضه لكم الشباب على الشاشة، من شروط الترشح ألا يحمل جنسية دولة أخرى. باهي هنا قال لك لا، المفهوم من البند هذا إن إذا ترشح للجولة الثانية وطلع من التوب 2 من أكثر نسبة أصوات الزوز اللي بيمشوا للجولة الثانية، هذاك الوقت يقدم إقرار للمفوضية مصدق عليه من محرر عقود إنه لا يحمل جنسية دولة أخرى. هذه كيف يجي؟
منها ما يحمل الجنسية ومنها يقدم إذا مشي للجولة الثانية. آه صار في الجولة الأولى يحق للجميع أن يخوضها. تناقض غريب عجيب ما لا أدري ما المقصود منه، إلا أن هو التلاعب بمصير ليبيا والليبيين. لا يمكن، وأنا أتحداهم وأنا أدعو قناة التناصح وباقي القنوات ليتطلعون الخبراء القانونيين يقول يطلعون يواجهونا، خلي يواجهونا هالعمالقة هذين، مانيش عارف من أي كلية قانون متخرجين، خلي يطلعوا يحكون لنا كيف هذه، كيف في قانون انتخاب رئيس الدولة اللي لهم سنين وهم يمشوا ويلعبوا في الوقت ومشيين مزاياهم ومرتباتهم ولخبطوا البلاد وعيشوها في فرقة وعيشوها في الأخير يطلعون لنا بمواد زي هذه. استنوا شوية، ما تمش الكلام را. أو إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة، يعني يمشي لأمريكا سفارة أمريكا أو سفارة ألمانيا أو سفارة تركيا أو سفارة تونس أو أي سفارة الدولة المانحة الجنسية تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية، وتقوم المفوضية بتمكين بقية المترشحين من الاطلاع على المعلومات المقدمة لها بهذا الشأن. تبوش بلعط أكثر من هالبلعطة. تو هذه المادة واحد، البند واحد في المادة 17. اللي قبلها في المادة في البند 2 في المادة 15 في الفصل الخامس يقول ليبيا أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى. وفي المادة 17 من نفس الفصل يقول إذا ترشح للجولة الثانية يتنازل عن الجنسية عند محرر عقود أو يمشي لسفارة الدولة اللي هو يحمل جنسيتها يقدمها. كيف هذا؟ معقولة يعني يسمح للجميع بخوضة الكذا؟ باي يا سيدي، احنا منسير المجنون على كلامه. باي إذا قال لك لا أنا مانيش مقدم، مانيش متنازل على الجنسية، أنا مانيش متنازل على الجنسية، وهم اللي ترشحوا 2 فقط للجولة الثانية. لنفرض إن زي ما صار في تركيا أردوغان وكلتشلار 49.5 و 46.5 ترشحوا، الثالث اللي بعدهم جايب 5%، يعني استبعدوا واحد منهم اللي جايبين الفرق بيناتهم 2%، ونقولوا نتاع 5% اللي ما عندهاش شعبية بكل. تعال انت كيف يجي هذا الكلام؟ لا أدري، أنا لا أدري بأي منطق وبأي عقل وبأي مسوغات تتكلمون أيها القوم. شيء راهو شيء ما يخش العقل بكل. بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية بعد انتهاء، يعني قبل الجولة، لاحظوا قبل الانتخابات ما فيش طعون. هذا رقم 2 يا شباب، اقروها بالله، راهو مستقبل البلاد، راهو مخليه لكم في خبر كان، راهو في مهب الريح. شوفوا البند 2، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية الأجنبية طبقا للإجراءات والأوضاع والشروط المقررة بالفصل 9 من هذا القانون. يعني قبل الانتخابات، قبل الجولة الأولى، لا يحق لأحد أن يتكلم أو أن يطعن. فاهمين؟ لا هذا بند 2 بعد انتهاء الجولة الأولى. خلينا نشوف الجولة الأولى، كان الشعب اختارنا ماشي، كان ما اختارناش تو يدير ربي طريق. من الأخير هذا القصد منها. ف
في حال صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقا للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية للانتخابات الرئيسية، ويحل محله قانونا المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى. بالله في لعب أكثر من هيك. قال لك وحنين ننتظروا نشوفوا القضاء، ما هو الطعن مش بيقدموا طعونهم. إذا صدر حكم قضائي، وإذا ما صدرش الدائرة الدستورية سكرت 5 سنين ولا 6 سنين بس ليمتها السراج سكرها. إذا صدر، شوفوا التلاعب، ما قلت لكم في حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقا للإجراءات السابقة، وإذا لم يصدر في حقه عادي يكمل. يعد المترشح للانتخابات الرئيسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه. وهذه تقول كويس أنت، لكن تو نوريكم يعني قمة التلاعب بالألفاظ وقمة الضحك على الدقون. ووالله والله والله البلاد لو فيها رجال هذا الأمر لا يمر هكذا، لأن لا يمكن لهؤلاء أن تكون نواياهم طيبة نحو البلد أبدا. أنتم ماشيين ومصاريف، والعالم يتكلم والعالم ينتظر، مفول نشرات الأخبار كلها تتكلم عليكم، وبعدين تديروا لنا عملة زي هذه؟ يعني قمة التلاعب. يعني البقية إجراءات، لكن تخيلوا يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه، بهي يحق له هني النقطة العودة إلى منصبه إذا لم يفز. أنا لواء في الجيش ولا المشير، أنا المشير محمود عبد العزيز ترشحت، وهو وين أنتم شفتوا أعلنا سابقة وخلاص بقوة القانون مش يقدم استقالته، يعتبر مستقيل، مش يقدم استقالته، لا يعتبر مستقيلا بقوة القانون، مع أن القوانين الاستقالة في ليبيا واضحة وأول قاضي حيحكم له، لأن ما فيش حاجة اسمها لازم يقدم استقالته. ليش أنتم ما تجوش تقولوا على كل مترشح يحمل رتبة عسكرية أن يقدم طلب إحالته للخدمة المدنية ويوافق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل ترشحي للانتخابات بستة شهور، بستة سنين، بسنة، باثنين، حددوا. لا، قال لك يعتبر مستقيل بقوة القانون. يعني تخيل ماشي يا سيدي، ولا بعد ما صارش من الموضوع قال لك ولا وبيدير انقلاب زي ما صار. ليش انتم ما تصيغوش القوانين هذه والمواد بصورة واضحة جدا زي ما في كل الدنيا، ان كل من يريد ان يترشح من العسكريين عليه ان يقدم طلبه للاستقالة والتحول على الخدمة المدنية قبلها بسنة؟ ما المانع ان يكتب بهذا الوضوح بهذه؟ ليش تقعدوا تلووا في اعناق النصوص والتي تحتمل 60 تأويل وانتم عارفين لانكم محامين، لأنكم شغالين في المحاماة، قاعدين تخدعوا في الشعب الليبي وقاعدين تزوروا على الشعب الليبي، وقالوا نسأل الله أن يعاملكم بهذه النية اللي في صدوركم. ليش ما تكتبوش إنه يمنع ترشح العسكريين وعلى العسكري الليبي يترشح يستقيل قبلها بسنة ولا بستة شهور،
ولا بسنتين ولا بثلاثة. ليش أنتم عارفين أن هذا النص لا يكفي وأن هذا اللي سموا فيه الغموض البناء اللي يعلمه لكم ربكم الأعلى برناردينو ليون؟ يعني لازم تفصلوا قانون على خاطر حفتر وعلى خاطر سيف وعلى هزم. يعني الذل وصل بكم إلى هذه الحالة. شنو الحكاية هذه؟ واحد قال ما فيش أحكام نهائية، وهذا يقول لك يعتبر مستقيل بقوة القانون، وبعدين يقول لك لا يحمل جنسية دولة أخرى، وبعدين يقول لك لا إذا ترشح للمرحلة الأخرى من الانتخابات يقدم مع مصدق من محرر عقود، ولا يمشي للسفارة يقول لهم راني ما عادش نبيها جنسيتكم، أنا خلاص بنحكم ليبيا. ما هذا الضحك وما هذا اللعب وما هذا دراهي الكبد؟ شنو العفن هذا؟ لا إله الله محمد رسول الله. ليش لا إله الله؟ ليش الكلام هذا؟ يعني قوانين والله العظيم لو أن لي بكم قوة واو إلى ركن شديد، والله العظيم شيء حسن. عموما القوانين هذه للأسف عندنا بيان الحراك المدني اللي هو يرفض اتفاقيات جنيف، وعندنا بيان المجلس الرئاسي، وعندنا بيان كتلة العار والشنار اللي اسمها كتلة التوافق الوطني. أعطوني يا شباب بالله البيان بتاع الحراك المدني. ترى لا حول ولا والله الواحد يا جماعة بدي ما يكمل الحلقة لين نحس في بس الله العافية إن شاء الله ربي يحفظنا من الآفات والأمراض إن شاء الله. نخاطب أبناء شعبنا في هذا الوطن المكلوم الطامحين إلى الاستقرار في دولة مدنية يحترم فيها المواطن وتصان فيها كرامته ويسودها الأمن والعدل. المهم من منكم لم يراوده شك بأن مجلس النواب ورئاسته ورئيس مجلس الدولة وزمرتها مصرون على البقاء في السلطة. إننا في الحراك لإعادة الشرعية للشعب، ومن خلالكم نعم نعيد التأكيد على ثوابتنا وثوابت كل المواطنين. نرفض رفضا قاطعا لا لبس فيه ولا تهاون مجرد التفكير بالسماح للترشح لأي انتخابات سواء لابن القذافي وأتباعه من الذين استعملوا السلاح لقمع ثورة فبراير ومجرم الحرب حفتر وأعوانه، وهذه اللي فصلونهم في القوانين. أحيي شباب الحراك المدني وبارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يسترنا. توحنا المرة اللي فاتت المجلس الرئاسي ناديت قلنا له يا مجلس يا رئاسي خود اللي راه لا يمكن هذه راه ورينا لكم احنا راه بقراءة سريعة يحتملها وقت البرنامج، ورينا لكم كيف التضاد وكيف لي عناق الكلمات والمصطلحات علشان يزوروا رغبات الشعب وعلشان يزوروا إرادة الشعب. ينوض المجلس الرئاسي يصدر بيان ما تفهم من فيته شيء بكر. يا راجل خذوا ديروا لنا اصدروا تعاميم واصدروا مراسيم وحلوا مجلس النواب وحلوا مجلس الدولة وتطرون. يثمن المجلس الرئاسي النتائج التي توصلت إليها لجنة شن يثمن فيها؟ شن هي النتائج اللي توصلت لها؟ توصلت لها قوانين زي هذه، مش عارف شن يثمن فيها المجلس الرئاسي. عقب اجتماعهم الذي عقد في ظل الضيافة الكريمة للمملكة المغربية ويدعوها في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكم لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية للاستمرار في معالجة النقاط العالقة. هذه موقع ليه يا سيادة المجلس الرئاسي؟ نحسبوك بتقول نحن نرفض هذا التلاعب وهذه الكلمات التي لا يمكن أن يقبلها الشعب وتصدر مراسيمك. هذا ما يطالب به الشعب يا مجلس يا رئاسي. شنو ينوبا يثمن المجلس الرئاسي ويدعو المجلس في ذات الوقت كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة الأمم المتحدة بهدف ضمان استقرار الوضع الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لجراء انتخابات؟ ما فيش جديد بين المجلس الرئاسي. يعني نقول لكم سامحوني المنفي واللافي والكوني نشد بالله بيان باهت لا طعم لا لون لا ريح.
أحد الأصدقاء قال لي يجب في شيء نشد بالله بيان، ما في شيء خارطة الطريق، ما خارطة شيء، خارطة الطريق يا رجل. إحنا نبغى مراسيم استمرار حكومة الوحدة الوطنية وحل مجلسي النواب والدولة وتكليف شو اسمها حكومة الوحدة الوطنية بإجراء الانتخابات بسرعة، وانتهينا، واضحة جدا. بيان بصراحة مخيب لأمالنا يا مجلس رئاسي، مخيب لأمال الناس اللي كانت تنتظر إنكم تديروا حاجة بعد ثبات تلاعب المجلسين هذم بإرادة الشعب وضياع الوقت فقط من أجل أن يستمروا. وما أعتقدش إنكم فايت عليكم، ما إحنا بقراءة بسيطة أمام العلن وأمام الناس وضحنا كل شيء، ما أعتقدش إنها فاتت عليكم التلاعب. بيان كتلة التوافق الوطني، طبعا في كتلة اسمها كتلة التوافق الوطني، هذم هم اللي للأسف اللي جماعة صوان ومن دار في فلكهم من اللي ممكن يبيعوا أي شيء ما يهمهمش، يهمهم أهم شيء مصالحهم وأهم شيء الحزب الانقلابي اللي يسموا فيه زورا وبهتانا للديمقراطي، ويهمهم أنه يستمر تثمن الكتلة عالية من استضافة الملكة قولوا حتى أنتم المملكة السعودية وخلاص، ما هو عار عار، هو قولوا حتى أنتم نثمن المملكة العربية السعودية للرد وزير الخارجية، وجمعت كلهم حالين فهمه، ما فيش واحد نخصة ولا قال ايه ايه ولي مغادي رأي المملكة المغربية ما هيش السعودية شيء، حتى جمعت حالين فهمهم لين وزير الخارجية المغربي يرده. يا عليك عار يا أخي، العار والرزية والله العظيم. تدعو كتلة التوافق الوطني جميع القوى السياسية وبعتلهم لدعم هذه المخرجات والبناء عليها وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. تفضلوا، ما يهمهمش أصلا القوانين هذه. أنا أقولها وأختم بها هذه الحلقة، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، من صاغ هذه القوانين هو وضع الأرضية لحرب أهلية قادمة، ووضع أرضية لعدم وجود انتخابات، لأنها قوانين النصوص بتاعها في ذات القانون متضاربة كما بينا لكم، ويجب تحمل المسؤولية وتذكر الأسماء والوجوه جيدا. ومن يدعمهم هو يدعم الحرب بين الليبيين ويدعم عودة الاستبداد والديكتاتورية لليبيا. لا يمكن لأي عاقل، عاقل ما نبوش نقوله لبشر، عاقل يملك ذرة من العقل أن يؤيد مثل هذه القوانين المعوجة والمتضاربة في ذاتها، نصوصها متضاربة، ما لا يحمل أي جنسية، وبعدين يقولك إذا ترشح لجنسية ثانية للجولة الثانية يتنازل عن جنسيته. تمام، من الأول قلتوا ما يكونش إلا ليبيا، وبعدين أن يعتبر مستقيلا عسكري ولا مدني، ما أقوله من الأول عدم ترشح العسكريين، كيف مستقيلا بقوة القانون؟ لا، الاستقالة لها شروط ولها ضوابط، وأن يكون مستقيل قبلها بفترة. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. هذه القوانين يجب أن يثور عليها الشعب، ولا مبرر لوجودها أساسا في هذين المجلسين الكارثة اللي موجودين اسمهم مجلس النواب ومجلس الدولة. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. تصبحوا على خير.